هذا سؤال يقول: هناك من يروج للفتن في بلاد المسلمين من دعاة الضلال، هل نحذر منهم ونبين للناس أنهم على ضلال أو نسكت؟ لا يجوز لكم السكوت. من علمتم منهم هذا الخطر وهذا الضلال وهذا الشر وهم بين أظهر المسلمين، يجب بيانهم والتحذير منهم وكشف مستورهم حتى يأمن المسلمون من شرهم، وحتى يأمن المجتمع أيضا من خطرهم. فلا يجوز السكوت عن مثل هؤلاء. نعم.